Good morning, Habibi Saftalit. How are you? Hoping that you are fine. Today we will have speaking and writing. What's today? Today is Thursday. What's today? Today is Thursday. What's the date? The date is 18th of November 2020. 18th of November 2020. عنا هون السبيكينج السبيكينج اللي هي المحادثة هاي نعملها زي ما عملنا السبيكينج تاعت اليونت السابق يونت 3 يونت 2 find facts بدك توجد الحقائق about any kind أي نوع of insects insects يعني حشرات or animals أو حيوانات then ثم tell your classmate classmate زميلك These facts, هاي الحقائق in your own language. Your own language يعني لغتك الخاصة. Okay, يعني مش باللغة الفصحى. هلا احنا عنا الانجليش لانجوج اللي هي اللغة الفصحى. هلا own language لغتك انت. Okay, ايش المطلوب منا هون؟ بدنا نحكي عن نوع من انواع الحيوانات او الحشرات يعني حوالي بدنا اربع اسطر اوكي بس اربع اسطر تكتبوا لي طبعا كيف بدنا نكتبها بتدخل على النت او حدا بكتب مثلا يساعدكم من الكبار يعطيكم الانفورميشن عن الحشرات او الحيوانات اللي انت او الحيوان اللي انت بدك تكتب عنه بس تحكي لنا عنه شو بيعمل شو بيشتغل مثلا بيعمل ستورينج فور هيز فود بيخزن الفود تبعه هيز هارد وركر ولا ليزي زي الهابر يعني الصفات اللي اخذناها في الستوري تبعتنا نحاول نطبقها على الستوري اللي بدنا نكتبها او عن الفاكتس اللي نحكيها عن اي نوع من هاي الحشرات اوكي فور لاينز بس اربع اسطر بدي فور لاينز اوكي ما ننسى فور لاينز ماشي هذا السبيكينج بدنا نكتب عن يا حشرات او انيمالز حقائق عن هاي الحيوانات تختار حيوان او تختار حشره تكتب عنه وبتبعت لي اياه مصور واضح بس بلاش اليوم وبكره يعني هون تحضروا الواجب بس ابعتوا لي اياه الاحد لانه عندي تصوير الفيديوهات كثيره ف يعني عندي كثير فيديوهات مش حقدر امسحها فالميموري عندي ما بتتحمل فما تبعتوا لي واجباتكم توداي يعني خليها ليوم الاحد ان شاء الله بس بتحلوا لي اياه هذا الواجب اوكي هذا علي علامه ماشي الهوم ورك السبيكينج والرايتنج هلا الرايتنج رايتنج عندنا هون اللي هو الكتابه شو يعني رايتنج يا تالت كتابه اللي هي بنسميها بالانشاء يعني يو نو انشاء اوكي درو ارسم يور فيفورت شيء مفضل لك سين لاحظين هون السين هذه مش سكين سين السي هاي لا تلفظ اس اس سي سين سين هو مشهد او موقع from the story من القصة ثم then describe it ووصف لي اياها هون بدنا نرسم المشهد وهون بدنا نكتب هاي 1 2 3 4 5 6 lines ست اسطر بدنا نكتب عن المشهد اللي انا اعجبني هلا افهمكم شغله مثلا هاي المشهد اللي انا اعجبني طبعا هذا اي اللي انا مش انتم يعني مش مجبرين انكم تكتبوا عنه اوكي انا اعجبني هذا المشهد I am storing food for the winter season you should be walking for just the same reason what will you eat when the weather gets cold how will you feed your hungry household okay انا هذا اعجبني هلا ليش انا اعجبني هذا السين بدي اكتب عنه اوكي بدي اكتب عنه هون بكتب المشهد كلياته هذا بكتبه هون هلا شو بدنا نعمل بدنا نختار اي نوع من طلع هون شو طلبت منكم ان يكون عندنا مثلا في اذا في verbs بالpresent simple او verb بالpast simple بدنا نستخدم الكونجكشن اللي هم احرف العطف اللي هي and but so because موجود طبعا عندنا او البوسيسيف ناونز اللي هي صيغه الملكيه ايش عن صيغه الملكيه مثل مثلا اقول اتس اتس يعني الها يعني اتس مثلا اتس هاوس اتس تيبل مثلا عندنا بوكس ووردز بوكس ووردز البوكس هذه الاس هي الابوستروفي هاي اللي فوق حرف الاس هاي اسمها البوسيسيف ناون اللي هي ملكيه يعني الوردز الكلمات
لمين؟ للبوكس. أو دوجز هاوس، بيت للكلب، ملك له يعني ملكه. فالاس اللي فوق اس، هاي مش اس جمع، هاي اسمها اس الملكية، ملك له. هلا لما يكون في حالة المفرد، هلا في حالة الجمع لما يكون عندنا جارز مثلا، هاي اس للجمع. إذا بدي إياها possessive noun بتصير هيك، الاس بتصير قبل البوستيف، بتصير قبل حرف الاس، هذه بحالة الجمع البلورال. إذا لقيته طبعا هذا أنتم مش مطالبين فيه، أنا بس شرحت لكم إياه هيك سريع جدا. أوكي، هلا في عنا إذا في أشياء مناسبة أو ملائمة في الجمل، في عنا مثلا الكومن، الأشياء المشتركة مثلا بين مثلا عنا هون بالانت اند جراس هوبرز، في اشياء مشتركه بيناتهم. اهم شيء انه نوضح الفكره من المشهد، ايش الفكره من هذا، يعني ايش تعلمت من هذا المشهد، ايش تعلمت مثلا انا بالنسبه لي هون، ايش انا تعلمت من هذا المشهد، انه لازم الانسان ايش يعمل، يشتغل لمستقبله. You must work very hard for your future. هذا بالنسبة لي هذا السين اللي أنا حطيته، هذا المشهد. أنتوا بتختاروا أي مشهد، اللي بتختاروا من هون من هون، أي مشهد بيعجبكم وبدك ترسموا الرسمة هون، الرسمة ترسموها هون، أي رسمة بدكم إياها. هي عندكم المشاهد كتيرة بالكتاب، اختاروا المشهد اللي بدكم إياه وأعطوني الفكرة الرئيسية منه. أوكي حبايبي، ثانك يو حبايبي صف ثالث. God bless you. Goodbye.